وفقا لبعض التقارير فإن سوني تعمل على نوع جديد من البطاريات يمكنها العمل بزيادة 40% عن نظيرتها من بطاريات الليثيون إيون، والتي لديها قدرات أفضل وقابلة لإعادة الشحن وليست مرتفعة التكاليف، كما أن تعتزم تطوير بطاريات ماغنيسيوم الكبريت وإزالة الليثيوم من المعادلة تماما. أعلنت شركة أبل أن خدمتها للدفع عبر الإنترنت بواسطة الجوالات الذكية أبل باي سوف تكون متاحة في الصين العام القادم 2016، حيث قامت أبل بعقد شراكة مع شركة تشاينا يونيون باي لإتاحة الخدمة للمستخدمين، والتي تعمل على استبدال بيانات بطاقة العميل الحساسة بحساب رمزي. أعلنت جوجل أنها ستنفق العام القادم $1,000,000 على الأبحاث الأمنية المتعلقة بخدمتها درايف للتخزين السحابي، وتحاول جوجل حماية خدمتها للتخزين السحابي عبر تمويل المشاريع المستقلة، كما أنها تقدم جائزة $20,000 لمن يقوم بالتبليغ عن معلومات أو ثغرات أمنية في هذه الخدمة. الكثير من مواقع الويب وليس فيسبوك وجوجل فقط تتبعك أينما ذهبت على صفحات الإنترنت، وذلك للحصول على معلومات أكثر حول استخدامك للويب من أجل عرض الإعلانات المناسبة لك، ومن ثم تحقيق مبيعات كبيرة من وراء هذا الأمر. لكي توقف هذه الملاحقة، أولا يمكنك استخدام أحد التطبيقات التي تمنع الإعلانات تماما من الظهور في متصفحك، مثل إضافة AdBlock Killer التي يمكنك تثبيتها في أي متصفح كان. ثانيا يمكنك استخدام طريقة بسيطة كي تمنع كلا الموقعين من تتبعك، وذلك عن طريق صفحة إعدادات الحسابات الخاصة بك. وبهذه النصيحة نكون قد وصلنا إلى نهاية التكنولوجيا. إلى اللقاء.